هنروح بعد كده للجنه الطفل بالنادي الاهلي اللي نظمت تحت اشراف اللجنه العليا للجان يوم الكشافه، ومفروض ان هو بيتضمن فعاليات تربويه ورياضيه لتنميه مهارات يعني النشء الشخصيه تحديدا. خلينا نروح نتابع التقرير ده. هو احنا يعني في الصيف دايما بنحب نفكر ان احنا نعمل حاجات مفيده للاطفال، بتعلمهم مجموعه من المهارات زي ما اتفقنا قبل كده. احنا قلنا كتير جدا ان احنا بنحب دايما لما بنعمل ايفنت بنطلع الطفل دايما مستفيد بمهارات معينه. فكان في ايفنت الكشاف احنا عملناه في اجازه نص السنه، الاولاد انبسطوا بيه جدا وطلعوا طبعا بمجموعه من المهارات كويسه قوي. فكرنا ان احنا نزود الايفنت تاني ونبدا نعمله، فاحنا عملناه يوم الجمعه اللي فاتت في اهل الشيخ زايد، وعملنا امبارح في اهل مدينه نصر، النهارده في الجزيره. الحقيقه احنا بنختار دايما الكشافه لان الكشافه دي دايما بتعودنا على مهارات معينه، اخلاق معينه، مع مجموعه من التعاونيات، الانتماء، التعاون، الحاجات الاساسيه اللي المفروض ان الطفل بيتعلمها. في اليوم ده هو عباره عن ساعتين ونص ثلاثه بالكثير، بس في خلال الساعتين ونص ثلاثه احنا بنعمل حاجات حلوه قوي. احنا بنعلم الاطفال ازاي يعملوا اسعافات اوليه، ازاي ان هم يبقى عندهم روح المشاركه، ازاي يبقى عندهم روح الانتماء، التعاون، وبعد كده بنعمل لهم زي حفله سمر صغيره، وبيبقى عندهم بعد كده شوي مارشميلو. فاليوم بيبقى ممتع جدا، وفي الاخر بيبقوا طالعين بمبدا كويس قوي وعارفين هم بيعملوا ايه ومبسوطين طالعين بمبدا التعاون والمشاركه جامد جدا. الايفنت النهارده ده تاني مره يتعمل داخل النادي الاهلي الجزيره. الايفنت ده عباره عن كشافه، طبعا احنا عارفين طبعا كلنا فوائد الكشافه ايه، بتنمي روح القائد وسط الاولاد، بتنمي العمل الجماعي. النادي هنا تبنى فكره الكشافه من حوالي 5 6 شهور، كنا احنا عاملين فيها نفس الايفنت دوت. لقينا صدى جميل جدا من الاولاد، ازاي الاولاد تبدا تقلد الحركات اللي بتاخدها، ازاي نقدر نعلمهم الاعتماد على الذات، الرعايه الشخصيه، العمل في جروب مميز، ازاي نخلق قائد من ضمن الجروب اللي بيتدرب في نشاط الكشافه هنا. النهارده بنعمل فعاليات يوم الكشافه للاطفال، ودي تاني مره نعملها بعد نجاح كانت في الاول قبل كده برضو فرع الجزيره، وامبارح كانت في فرع مدينه نصر. الايفنت ببساطه الاطفال بتحبه لتعزيز الثقه بالنفس، وان الاطفال يكونوا بيتعاونوا مع بعض وبيشتغلوا وفي تعاون ما بينهم. احنا عملنا 3 مرات، المره الاولى كانت في فرع الشيخ زايد في النادي الاهلي، المره الثانيه كانت في مدينه نصر، المره الثالثه في فرع الجزيره تحت رعايه لجنه الطفوله. احنا هدفنا في النادي الاهلي ان شاء الله، وهدف الكشافه هي حركه تطوعيه مفتوحه للجميع، هدفها ان الولد يعتمد على نفسه يوم كامل بعيد عن بابا وماما، ويقدر يعمل كل متطلباته لنفسه. احنا يعني بنعمل بنتعاون، بنتعلم ازاي نتعاون، ولما مثلا لما نروح الصحراء نعرف اتجاه الرياح، وازاي ننصب خيمه ونعمل زي نار، ونتعلم كمان الاسعافات الاوليه.